أو تونغ أيضا يسموه. أكو أحد قرأ المحاضرة السابقة عنده فد أسئلة معينة، فد استفسار؟ الأمثلة بابا حليتوها الأمثلة؟ واضحة دكتور، يعني ما زين كان اكو شيء. زين، اليوم موضوعنا شنو؟ موضوعنا الويلدينج. احنا قلنا الجزء الأول من التصاميم كان يتناول دراسة نواقل القدرة الميكانيكية، أي الأجزاء المتحركة. إذا نصمم أجزاء متحركة سواء كانت تعرض إلى أحمال سكونية أو ديناميكية. والجزء الثاني من التصاميم كان يتناول دراسة كيفية ربط الأجزاء بعضها أو الكيسينج، تغليفها. فالجزء الأول نواقل القدرة، والجزء الثاني للوصلات الدائمة، أي أنه أنا شلون أقدر أوصل أجزاء الماكينة باعتبار أو أصمم وصلات الماكينة. النوع الأول من الوصلات الدائمة كان الريفيتنج، وظيفة الطالب شو يتعلم؟ يتعلم أنواع الوصلات وكيفية تصميمها. تصميمها شنو؟ عدد البراغي، أقطارها، المسافة بين برغي وبرغي، يحتاج 1 رو 2 روز 3 روز حسب تشين زيجزاج، شلون يقدر يحسب لنا الافشنسي إلها. هذا كان ما يتعلم الطالب خلال المحاضرتين الماضية أو 3 محاضرات الماضية تعلمها. اليوم شو نتعلم؟ كيفية حساب الإجهادات أو تصميم وصلات دائمة باللحام. أنتم درستوا اللحام بالورشة؟ يعني أكو واحد بيكم لحام بإيده؟ لو ماكو، منو لحام بإيده؟ منو يعرف يلحم؟ هسه منو يعرف يلحم بيكم؟ زين، أستاذ اشتغلنا شوية بالآرك آرك ويلدينج، بس يعني ما لحمنا شيء لا عملي، لحمتوا كامل. بديكم عملي؟ إي جربناه يعني، ما لزمنا يعني قطعتين ولحمناهن سوية. زين، ابتداء يعني هو اللحام مو فد عملية صعبة، يعني خاصة الأمور اللي هي مو بروفيشنال، مو احترافية ولا إنتاجية، وإنما أمور على قد الصيانة. يعني عندكم بالبيت يصلح له شباك، يسوي له قفص مال مكيف، يعني هذه الأمور البسيطة هي عملية سهلة جدا. تعريف اللحام هي عملية وصل قطعتين من المعادن بوجود الحرارة. هذا جدًا، احنا طبعا اكو كولد وهوت ويلدنج، او يعني ادهشن نقول عليه، يعني لصق المواد بالحرارة وبدونها، هاي المواد الصمغية اللي نستخدمها. وبوجود الحرارة لا، يصير الويلدنج عملية ميكانيكية. فاللحام هي عملية وصل المعادن، connection of material using heat to fuse metal، هي عملية وصل المعادن باستخدام الحرارة، بحيث شو يصير صهر لأطراف المواد المعدنية اللي يريد أنا أوصلها وتلتصق بعضها ببعض. هذه العملية في بعض الأحيان تصير بوجود الضغط، يعني المواد المعدنية يراد أضغطها بعضها على بعض يلا أوصلها بالحرارة. وفي بعض الأحيان ما تحتاج الضغط. وأيضا في بعض الأحيان أحتاج فيلر. فيلر شنو؟ يعني أضيف معدن إضافي غير القطعتين اللي أنا أريد ألحمها، أضيف لها منصهر حديد إضافي منين؟ من مصدر خارجي. وفي بعض الأحيان لا، احنا بس مجرد نصهر الاطراف المعدن اللي اريد اوصلها وادمجها سويا الى ان تبرد وانتهى الموضوع. بشكل عام احنا اللحام عندي انواع مختلفه، والتقسيمات مالته تعتمد عليا على مصدر الحراره. يعني اذا كان كهربائي مصدر الحراره نقول هذه الستيك ويلدينج، اللي هو هذا الاعتيادي، ستيك ويلدنج بابا، هذا اللي درستوه انتم. نقول الولدن، اللحام الاعتيادي، واير لحيم نخليه باليده نربطه، هذا يكون القطب الموجب، والقطب البارد نربطه وين؟ بالمواد اللي انا اريد اوصلها، المعدن الوصله اللي انا اريد الحمها واستخدمها، هذا يسمونه ستيك ويلدنج. وعندي لحام كهربائي ايضا اسمه الميج والماج، هاي انتم ما يعني ما مستخدمين، واغلب الحدادين واللحامين يعني والمهندسين ما يستخدموه. ايضا عندي لحام مثلا يجي من المقاومه الكهربائيه، سواء كانت سبوت او سيم، يعني نقطي او درز او خطي. هذا ما ادري جزء انتم شفتوا، اكو بس الماكينه شفتوها بالورشه، هي موجوده الماكينه بس ما تستخدموها. يعني هسه اول نوع من انواع اللحام اللي يحتاج
يوفر الحرارة باستخدام التيار الكهربائي، هذا الكتريكال ويلدينج، يعني أوفر حرارة من التيار الكهربائي. النوع الثاني من اللحام اللي دائما يسموه الغاز ويلدينج، الغاز اللي يعتمد على توفير الحرارة من حرق مزيج من الغازات اللي دائما تكون الأكسجين والأستيلين أو الأكسجين وأي ماد أي غاز آخر يشتعل. الهيدروجين همين يستخدمون بالضبط. أيضا شنو عندي؟ عندي وسائل لحام دائما نقول عليه ميكانيكية. شنو ميكانيكية؟ يعني مصدر الحرارة بحد ذاته ما يجي من حرق غازات أو مواد كيميائية بمنطقة اللحام وبالتالي يؤدي إلى صهرها، ولا يستخدم التيار الكهربائي حتى يرفع درجة حرارة وصلت اللحام وبالتالي تنصهر وتندمج سويا. لا، الفريكشن ويلدينج، شايفين الفريكشن ويلدينج؟ دائما إلى فيديوهات شايفيها الفريكشن. استاذ هاي اللي قطعتين اسطوانية ويظلون يدورون وحدة واللخة ثابتة إلى أن تقوم تحترق وينجمع بالضبط، يعني إلى أن تصير للتوهج، يعني تصير درجة حرارة الانصهار المنطقة اللي تحتك تصير بيضاء، يعني إلى أن توصل للتوهج. أنا بابا وقفت الشاشة بس حتى أراويكم في الفيديو منها. هذا فيديو كيفية اللحام بالاحتكار، هو علميا يسموه فريكشن ويلدينج او الستير ويلدينج. تشوفون هاي القطعتين اللي يريد يوصلهم، يقربهم الاول يضغطهم قطعة لقطعة، يعني هسه هذا لحام باستخدام الضغط، يعني بدون وجود الضغط اذا ما نضغط على القطعتين ما يصير اللحام، قطعة ثابتة وقطعة تدور وتبدي نتيجة الاحتكار تزداد درجة الحرارة. هذا بهالشكل، الآن توقفت القطعة الدوارة ويبقى على هالوضع هذا مضغوط إلى أن يبرد، فلما يرفع الضغط تبقى هذه القطعتين زين. هسه هذه الطريقة، هذه طريقة اللحام. شنو ميزتها يعني عن الستيك أو الويلدينج الاعتيادي اللي احنا نستخدمه، يعني عود هذا الواير اللحيم واليد الاعتيادية ودن الحم، شنو الفرق بيناتهم؟ استاذ ديتش الطريقة تلحم بس السطح، هاي لا، يعني تلحم القطعة من الداخل للخارج كاملة بس بالضبط. يعني هذه الانترنال سيرفيسز كلها شو يصير بيها؟ يصير بيها التصاق ميكانيكي، كل هذه المنطقة يصير بيها فيوجن انصهار وتلتصق. بينما الولدنج الاعتيادي احنا يعني نسوي الاينمنت، نقربهم هاي القطعه نلصقهم نضغطهم وحده على الاخر وبعدين نلحم وين بس المحيط. فالفرق كبير بالحقيقه من ناحيه الجوده، يعني بين شنو، بين النوعين اللحام. لكل نوع من انواع اللحام له تطبيق خاص. طبعا هسه هذه لانه شفت ويا شفت، يعني اعمده دوران كانت شنو دورانيه العمليه، لكن لو كان الكروس سكشنال اريا نقول سكوير ريكتانجل، يعني غير السيركولار، ما يدوروها تدوير، وانما شو يسوون؟ يصير احتكاك ترددي. فهمتون؟ يعني مو دوران وانما تردد الاحتكاك، قطعه تتردد على الاخرى الى ان يصلوا للتوهج ويتوقفون بالوضعيه الصحيحه، ويبقى الى ان يحدث، يعني اذا كان عندي هذه هي القطعتين قصدي،
يعني الكروس سكشنال اريا مالتها مربعه، هذه ما يصير الدور، وانما شيء يصير تتحرك للاعلى وللاسفل، وهذه ايضا بالعكس يعني. يعني إذا كانت الأولى تصعد المفروض الثانية إذا تنزل، وإذا الأولى إذا تنزل المفروض الثانية إذا تصعد، وهكذا إلى أن هذه المنطقة تتوهج ويتوقف العملية بالوضع الصحيح ويصير عندي التصاق. بعد أيضا عندنا يعني مثلا هذه هسه هذه العملية شنو محدداتها؟ عملية اللحام بلستك يعني باللحام الاعتيادي، اللحام الكهربائي دائما إذا سطوح كبيرة أنا ما أقدر ألحمها من الداخل، ألحم بس المحيط. مثل إذا عندي عمود دوران ويا عمود دوران وأريد ألحمهم دائما من اللحام يصير بس من الخارج. وإذا عندي مثلا بوشدة تقعد بي أو فد شيء بعد ما يصير، يعني سلو أنا هذا عندي شفت وهذا. وأريد أوصلهم باللحام. شو يصير هنا عندي؟ يصير هنا عندي بهالشكل هذا اللي هو اللحام. فيغير لي من الأبعاد الأساسية للشكل. بالتالي إذا أنا هنا عندي فدبوشة تقعد هنا بعد ما تقعد، فيفضل شيء الحمها الحمها لحام داخلي اللي هو هاي بالفريكشن. لكن عندي أيضا هسه إذا عندي صفائح كبيرة، صفائح عملاقة وأريد ألحمها بهالشكل هذا قطعة فوق قطعة، شلون يلحمون دولي؟ إذا نلحمها بس من الأطراف الداخل يعني يبقى ما ملتصق. هسه هذه ميكانيكيا تنجح، لكن مثلا خاصه في مجال تدريع الدبابات، الدبابات شلون يصنعوها؟ في بعض الاحيان يصنعوها من بليت ثخين جدا، يعني الجسم مال الدبابه يصنع من بليت ثخين جدا حتى شلون يكون مقاوم للصدمات والاطلاقات والقذائف. اذا ما يتوفر هذا البليت السميك احنا ما نقدر نجيب قطعتين من الحديد ونلحمهم ونقول عوضنا الصفائح الـ يعني الـ النحيفه او ذات السمك القليل صفائح اكثر سمكا. بعد شلون يلحموها؟ يجيبون الصفائح يلحموها بالانفجار. شلون بالانفجار؟ يجيبون البليت الاولى والبليت الثانية نفس الشكل والقالب اللي انت بصنعها نعاملها هنا كيميائيا، نخلي فد محلول كيميائي يحفز السطوح على الالتصاق. شلون يعني فد عملية كيميائية؟ شلون تخلي واحد قطبيته موجبة وسالبة الايونات والالكترون، يعني هيك مواضيع. فبعد تحفيزها يصير الاينمنت، تجيب القطعتين واحدة على الاخر نخليهم. وهنا يضاف الباودر مسحوق مال الانفجار، اي ماده يعني البارود السي فور، المهم ماده شديده الاشتعال، ويخلوها بوسط مسيطر عليه. شلون فد ارمورد كابن، يعني كابنت يعني في الغرفه محصنه، وهنا يصير انفجار، هذا السطح ينفجر. فبالتالي شيء يولد قوه دفع جدا مرتفعه، قوه ضغط وحراره عاليه، يصير هنا عند التصاق داخلي على البليتات الكبيره، هذا يسموه لحام الانفجار. هسه هذا بابا فد فكرة عامة عن اللحام كتعريف. طبعا ايضا عندي محددات معينة، مثلا المواد اللي انا الحمها بالقوس الكهربائي لازم شو تكون؟ لازم تكون موصلة للتيار الكهربائي، يعني ما اقدر اجيب مواد هي غير موصلة للتيار الكهربائي والحمها بالقوس الكهربائي، وما اقدر اجيب مواد يعني اللي يقصده انه يجب ان تكون للعمليات عمليات اللحام المختلفه محددات. اختيارها هسه الان هو مو موضوعكم انتم، هذا المفروض تعلموه عمليا بالورشه، شلون اقدر اختار عمليات اللحام المختلفه. من محدداتها ايضا مثلا الالكترود لازم شو يصير؟ هذا واير اللحيم اللي انا اذا استخدمه لازم مواصفات الميكانيكيه قريبه على مواصفات المواد اللي اوصلها. يعني ما يصير اجيب لي واير لحيم الومنيوم والحم به قطع معدنيه مصنعه من الحديد او من النيكل والكروم وهكذا. بالحقيقه العمليات اللحام، يعني الان شنو فرق عمليات اللحام
عن الريفت ريفتنج بروسيس او ميثود. طرق التوصيل بالريفت وباللحام شنو الفروقات الاساسيه بيناتها هسه راح تعرفوها. ابتداء اذا اريد اوصل قطعتين باللحام تكون اخف لو انا اوصلها بالريفت، يعني الان اقل وزنا، اللحام دائما تكون عمليه اقل وزنا من التوصيل باستخدام الريفت. الشيء الثاني الافشنسي هنا قد تكون 100%، نقدر نوصل بالكفاءه 100%. تتذكر من يقدر بيكم الان يتذكر لي الكفاءه بالريفت شنو كان قانونها؟ الكفاءه الافشنسي استاذ اقل كفاءه موجوده اللي هي تيرينج او شير او الكراش على الريفتنج بالضبط. يعني هو بالاصل احنا كنا نحسب ثلاث قوى، قوه جايه شير على البرغي، وقوه العفو كراش على البرغي ايضا، وقوه جايه تيرينج على البليته، مو صحيح؟ نختار اقل قوه بيهم ونقسمها على اليمن على القوه اكبر قوه بالبليت بدون تثقيب، صح؟ مو كان القانون؟ تمام زين. احنا ايش نقول؟ اكو تثقيب لذلك القوه شو يصير بها؟ تصير اقل. هنا احنا اوريدي ايش نقول؟ نقول هذه البليتات ما راح تتثقب، يعني انا اجيبها مثل ما هي واوصلها، فبالتالي القوه المتولده بالبليت اوريدي هي راح تصير بقد من بقد القوه اللي موجوده بالبليت بدون تثقيب، مو صحيح؟ تمام. ماكو يعني اقدر ستريس كونستريشن عليها بالضبط، يعني انا بالاصل ما راح يصير عندي ضعف بمنطقه المساحه، ليش؟ انه دا اخذ جزء من عدها، بدا اقلل المساحه تعرض للاجهاد. فمن الممكن ان نصل بالكفاءه الى 100%، هذه نقطه تحسب لمن؟ للحام، يعني التوصيل باللحام يتفوق على التوصيل مسامير الريفت. شنو؟ انه الكفاءه من الممكن توصل 100%، كانه الصفائح ما معيوبه بتعرض الى حمل. بعد احنا بالعاده اذا نخطئ بالريفت بموقع معين احنا بعد سقطناها للبليته، مو صحيح؟ يعني ثقبنا هاي بعد ولات الحين حين مندمي، احنا بعد ثقبناها للبليته، ما اكو فائده يعني من اخطائنا لازم نروح نبدل الجوينت كلها، لان اضعفناها بمكان خطا ما اقدر ارفع يعني اثقب بمكان اخر. بينما باللحام لا، أنا أقدر أضيف وصلات اللحام وين ما يعجبني، حتى لو كان الموقع خطأ أقدر أضيف وصلة لحام أخرى أصح بها. ليش؟ لأنه اللحام السابق هو ما أضعف للمعدن، ما سوى اللي بيه في الثقب، حتى ما أخذ من المادة بالضبط، ما راح يضعف المادة، بالعكس الخطأ يؤدي إلى إضافة في التقوية للمعدن. فدائما جدا نقول إحنا نقدر نعدل ونضيف وصلات لحام باستمرار بدون ما نضعف الهيكل. طبعا الشكل مالته دائما يصير سموث، لان احنا دائما من نكمل اللحام لازم نسوي فينيشنج، الفينيشنج جلوبال بروش براش، هي يعني بالفنيه يسموها بروش، هي براشز، يعني هاي الفرشه السيم المعدنيه مثلا والمبارد وحجر الكوسره دائما ننعمها، فشتك يكون المظهر ثقيل دائما للحام، على عكس المظهر اللي موجود بالريفت. الريفت دائما اكون توات راح تصير عندك بالستراكشر، نتوءات وإن كانت صغيرة بس دائما أكون نتوءات يعني موجودة بالستركتشر. طبعا هي نفس النقطة اللي ذكرناها سابقا، قلنا التنشن ممبرز ار نوت ويكند، الصفائح اللي أنا راح تتعرض للتنشن بشكل عام ما راح تضعف لأنه ما بيها هولز. طبعا وصلة اللحام دائما تكون بمواصفات جدا مرتفعة، تقترب أو قد تفوق المواصفات الميكانيكية للقطع اللي أنا لحمتها، يعني إذا نجي على اليلد ستريس الشير ستريس تكون أعلى يعني مقارب أو أعلى من الوصلات اللي أنا أريد أوصلها أو ألحمها. طبعا دائما تكون أيضا ريجيد، ريجيد جوينت. شو شنو معنى ريجيد؟ هذا يعني مو دكتايل، يعني ما تبقى ديفورميشن، ما تنطب العمل ديفورميشن، يعني شكلها ما يتغير ابدا. طبعا اذا تتذكرون هاي النقطه رقم 9، احنا كان عندنا ابعاد محدده، تتذكرون شنو الابعاد المحدده؟
مثلا نقول البيتش بين منطقة ومنطقة لازم يصير من 2.5 إلى 3 من الموديول، العفو من الديامتر. مثلا الهامش 1.5 من الديامتر، مو تذكروا هيك أبعاد كانت موجودة بالريفت؟ صحيح دكتور، تمام. اي هنا ما موجوده هذه، لا يعني بمعنى انت ما عندك ابعاد معينه واحد يقول لك والله ما يصير تلحم طرف البليت، لا لازم تترك هلقد هامش يلا تبدا تلحم، لا ما موجود هنا بالحقيقه. الكليرنس يكاد يكون معدوم، ما عندك خلوصات وسماحيات وهوامش معينه للعمل. اذا ويلدنج اني بارت ات اني بوينت، هي هذه الميزه، تلحم اي جزء باي نقطه تريدها، ما عندك محددات تقول هنا ما يصير تلحم منا لازم تبدي، ما موجوده هذه العوائق والمحددات طبعا. وهذا فد شيء اكيد، the process of welding takes less time than the riveting، هذا واضح جدا انه عمليه اللحام وقت تنفيذها اقل بقليل بكثير يعني من الريفتنج، لان الريفتنج انتم شفتوا الفيديو السابق احنا ماذا نقصد على التونج هذا اللي يثبتون به لوحه السيارات ونحوه، إذا نقصد جسور، هياكل ضخمة، الكرين آرمز هذه مال الحفارات، الثيكنس يصير جدا عالي، والأقطار والمواصفات الميكانيكية للبراغي جدا مرتفعة مواصفاتها يعني، فحتى نشكلها يراد أن درجة حرارة جدا مرتفعة وقالب وهيدروليك ضغط أو كومبرسر طرق، فالعملية أسهل بكثير وأسرع بكثير من عمليات الريفتنج. إذا نجي المحددات مالتها وعيوبها، شنو عيوبها؟ ذكرنا سابقاً قلنا أنه هذه الوصلة تكون ريجيد، يعني ما تقبل تتغير، فبالمستقبل أي تمدد أو تقلص بهذه المنطقة ما راح يصير، فدائماً شو يصير عندي؟ لو التمدد يسوي لي باكلينك والتقلص يسوي لي كراك، يعني إذا أنا موصل فت قطعتين باللحام وبطول معين وبين اكيد بين نقطتين ثابته، فاذا ترتفع عندي درجات الحراره بالمستقبل يصير عندي باكلنج. ليش؟ لان هاي المعادن تحاول تتمدد والوصله شبيها ما بيها سماحيه يعني تمتص، يعني هي مو جوين ما يمتص هذا التمدد، فيصير عندي باكلنج اي يصير تقوس يعني بالستركتشر. واذا يصير عندي بالمستقبل تنخفض درجات الحراره المعدن يتقلص، فهاي الوصله ما تنطي سماحيه مو مرنه انه ايضا تنطمن طولها علما حتى تعوض التقلص الصاير بالجزء المعدني، فدائما شو يصير كراك. يعني من عيوبها انه هي لا تنطي سماحيه مثلا، لا تمتص التمدد ولا تعوض التقلص، وبالتالي دائما هي منطقه نشوء كراك. طبعا تنفيذها احنا ايش قلنا على المستوى الاحترافي او على مستوى العمل ضمن خطوط انتاج الماس برودكتيف، هذا الشيء يراد له highly skilled labor، يراد له عمال متمرنين يعني مو خبرة يعني للعمل، وتدرب عالي جدا احترافية عالية لتنفيذه، يعني مو أي واحد يقدر يشتغل بخط إنتاج أو مثلا بتصنيع مثلا العربات القطارات والسفن، خاصة السفن يعني، وإنما لا يجب أن يمتلك حرفة ودراية ودراسة متقدمة. ها عمليات الفحوصات مالتها جدا صعبه، يعني احنا تعرفون الريفت الان شلون نقدر يعني دائما نفحصه، واضح اذا يصير بيه كراك مناطق الخلل موجوده شنو يعني واضحه تكون للعيان، او اي فحص بسيط تكتشفها فيما يخص الريفت، لكن بالنسبه للولدنج لا، العيوب مالته صعب اكتشافها يعني مو عمليه بسيطه، وعمليات الفحص مالته متقدمه، هم دائما يستخدمون اليوفي الالتراسونيك ويفز مثلا، فحوصات المغناطيسيه يستخدموها، المحاليل النافذه ايضا، الليك بروف تيست مال الضغوطات خاصه للانابيب مثلا، يعني هذه الفحوصات. وظلت اكو نقطه ايضا ايجابيه انا الظاهر يعني ما عبرتها بالقراءه ما شفتها ما انتبهت عليها، اذا تعرفون احنا ايش قلنا الريفيتنج شراد يراد يعني فيديو سابق عرضته لكم بالمحاضرة السابقة، يراد في مكان نلزم به الريفت ومكان آخر يعني يتسخن وينضغط هيدروليك أو مطرقة أو قالب، هذه العملية تتم للسطوح المفتوحة، يعني أنت من الطرفين لك حق الولوج أو النفوذ،
شلون مثلا بليته واحد يلزم من الطرف الاخر ومن الطرف الاخر يشتغل، لكن بالانابيب شلون؟ انابيب طويله وانا اريد اوصلها مثلا جوينت مثلا انبوب طوله 6 متر ويراد اوصل انبوب اخر طوله 6 متر، هاي احنا ما نقدر ننفذ الريفتس من الداخل وننفذها لي برا ونثبتها من جوا ونضغطها من برا، ما نقدر. لذلك تشوف مثلا بالانابيب استحاله تنفيذ الريفتنج، لازم الا ويلدنج، يعني هذا من محددات الريفتنج وايجابيات الويلدنج. بس هذا كله فيما يخص تعريفها وايجابياتها وسلبياتها. ذكرنا سابقا انه الويلدنج بروسيس انا عندي نوعين، ويلدنج بروسيس ذات يوز هيت الون، يعني احنا نستخدم الحراره فقط اللي هي مثل الستيك والميج ونحوه، وويلدنج بروسيس ذات يوز كومبينيشن اوف هيت اند بريشر. الهيت اند بريشر مثل لحام النقطه الكهربائيه تتذكروه السبوت ويلدنج او السيم ويلدنج او هسه هذا الستير ويلدنج او الفريكشن ويلدنج الان اللي انعرض امامكم، هذا يستخدم الحراره والضغط، يعني ما ينجح فقط حراره. اذا نجي على النوع الاول اللي هو احنا نسميه فيوجن ويلدنج، يعني اللحام باستخدام الحراره فقط، يعني ما يراد لها ضغط. انا عندي ثلاث انواع اساسيه، الاول اسمه الثيرمت ويلدنج، والثاني الغاز ويلدنج، والثالث الالكتريك ويلدنج. الثيرمت ويلدنج هي عمليه سباكه، يعني هسه خاف تشوفوها بالمستقبل، هو لحام صحيح، لحام بمعنى ده نوصل قطعتين من المعدن بوجود حراره عاليه ومنصهر من الحديد، هي صاحبه هيك هو اللحام، هذا تعريفه، نوصل قطعتين من المعدن بوجود درجه حراره عاليه وانصهار للمعدن. لكن انا ليش دا اقول لكم هي عمليه سباكه؟ الصور انا هم من هنا هذا النوع الاول من اللحام اللي هو الثيرمت ويلدنج. هذا شوفوا هنا شنو الموجود الان امامكم، الشاشه واضحه بابا قدامكم هسه الفيديو تشوفوه؟ نعم استاذ. اي شنو الان عندي هاي السكك الحديد ويراد يوصلوها، طبعا هاي السكك الحديد كل واحد يجوز طولها 12 13 متر، هذه القطعه ونسميها نقول الروطه يعني. فلو تلاحظون انه هسه هذه المعدن هذا ابعاده مو قليله، كروس سكشن اريا مالته كبير، يعني هذا ما يلحم ستيك ويلدنج على الاطراف. ليش ما يلحم؟ ليش ما يلحم ستيك ويلدنج؟ اول شيء راح تكون منطقه اللحام ضعيفه لانه بس بالمحيط اكو لحام، القلب ما راح يلحم، هذا واحد. الشيء الثاني راح يغير بالابعاد القياسيه للسكه، بمعنى تصير هذه المنطقه بها زياده يعني بالسمك، ومن تجي هاي الويلز العجلات مالت القطار، هي تعرفون شلون قايد، هذا لها قايد للويل يعني، فمدى يدخل هنا. لذلك من المستحيل لحامها بالستيك ويلدنج. ايش يسوون هاي الثيرمت ويلدنج؟ شنو الثيرمت ويلدنج؟ يسوون قالب على قد اللي انت تحتاجه، ويصهرون شنو؟ الاكسيد الحديد ويا الالمنيوم وماده متقده، ويعني دا يصبوها بالضبط صب على قد الفراغ، يبعدون القطعتين فد مسافه بسيطه فد سنتيمتر بيناتهم، ويسوون قالب معدني او صاب او حجري على شكل السكه بالضبط، هذا اللي هو الان موجود امامكم، هذا باللون الابيض هذا القالب، وبالتالي من يكملون يرفعون الزيادات ويلحم الكروس سكشن من القلب ايضا مو بس من الاطراف. تشوفون شلون صار؟ هذا نوع، هو قلنا هو سباكه، يعني الثيرمت ويلدنج هو نوع من انواع السباكه، لكن هي مو سباكه حتى ننشئ او نشكل فد قوالب وصناعه جديده، لا، وانما الهدف من عدها توصيل معدنيه. تشوف هذا المنصهر هسه راح يشيلون الزياده طبعا.
هاي الفينشينج لها. وهسه هذا قلنا النوع الاول من انواع ال النوع الاول من انواع الفيوجن ويلدنج اللي هو شنو الفيوجن قلنا الصهر يعني اللحام بالصهر. الفيوجن باول نوع هو الثيرمت ويلدنج اللي قلنا هو نوع من انواع السبك بالحقيقه لكن هي عمليه لحام. الثاني هو الغاز ويلدنج، والغاز ويلدنج هو دائما احنا نستخدم به الاكسجين ويا الاستيلين او ويا الهيدروجين يعني مساعد على الاشتعال وماده مشتعله، وطبعا هي موجوده بكثره الان مستخدمه عندنا، تستخدم يعني اكثر شيء مثلا للتانكيات مالت الماي لاصلاح مثلا المكيفات وهاي انابيب النحاس. الشعله الاوكسستيلينيه شايفيها انتم هاي لو ما شايفيها؟ منو مشتغل بطلان؟ بطلان واحد اكسجين واحد استيلين يفتر بنفس ال الهولدر يعني باليد بنفسه هذا النوزل يعني لازم يسوي عمليه مكس صحيحه وكنترولينج فالف يتحكم في اسمه بالاكسجين والاستيلين كميتهم بالخلط مالتهم. نعم هذا باب رائج جدا وموجوده بكثره، بس هي انا اقول لكم يعني مخاطرها عاليه بالانفجار يعني هي يعني شويه تخوف يعني. وطبعا ايضا بها فلاكس، الفلاكس يعني هاي الماده المنصهره ماكو احنا او يعني يعني قصدي شنو بها فيلر، فيلر احنا نقول عليه فيلر، الفيلر يعني الماده المنصهره اضافيه. ليش احنا هاي دائما ما نستخدمها يعني بمواد مو اذا سميكه نستخدمها للقطع، اذا مواد سميكه نستخدمها نقطع بها بهاي الشعله، واذا رقيقه دائما اللحام نستخدمها. فنحتاج دائما فيلر يعني شنو نجيب اذا انا بدي اوصل مثلا قطعتين بليت من الالمنيوم، نجيب سلك من الالمنيوم نسخن المنطقتين ونصهر السلك يعني نصهر الحواف والسلك يعني نضيف فيلر ماده اضافيه من المنصهر دائما نستخدمه وياها. النوع الثالث هو الالكتريك ارك ويلدنج، طبعا هذا هي الاكثر شيوعا واستخداما، هذه يعني 10 7 هي هاي طريقه اللحام الاكثر شيوعا واستخداما. ليش؟ هي هاي دائما سهله سريعه نقول يعني وسطة اللحام دائما تطلع بمواصفات جدا مرتفعة، رخيصة أيضا، هذا كلش رخيص الثمن يعني يعني ماكينة اللحام هسه تأخذها من الأسواق يجوز عليها مثلا 75,000 يعني للنوعيات يعني مو رديئة وإنما نقول سوقية يعني يعني ما تمشي الحال للاستخدام البسيط مو احترافية أو لل أو للاستخدامات الصناعية. وهذه كلها ما تطلع لها ب يعني 6,000 7,000 هاي مال اللحيم الباكيت. طبعا اذا نجهز الان احنا نعرفها الالكتريك ارك ويلدنج، هي عمليه لحام المعادن باستخدام التيار الكهربائي كمصدر لتوليد الحراره، ودائما ما يكون القطب الموجب يعني هي بها قطب يعني بولاريتي قطب موجب وسالب، السالب يربط للمواد اللي اريد وصلت اللحام اللي اريد الحمها، والقطب الموجب لمن يصير للالكترود، هذا اللي قدامكم يعني سلك اللحام يسمونه الالكترود. والالكترود بشكل عام له نوعين، اكو مغلف واكو غير مغلف. المغلف دائما للي شايف اسلاك اللحام سواء بالورشه او بالاستخدام المنزلي يم الحداد، المغلف شو يصير؟ يصير في الطبقه كانه مثل اسمنتيه، طبعا حجر وقلو وصمغ ايضا، وين تصير؟ ماده كيميائيه طبعا، هي تصير على يعني تغطي السطح الخارجي لسلك اللحام. هذا منين مؤلفه؟ مكونه من مواد تشتعل ومساعده على الاشتعال، يعني مثلا شبيه بها الفسفور، الكبريت، المغنيسيوم، هذا المغنيسيوم اللي يستخدموه هذا شريط الاشتعال شلون هاي مال حفلات عيد الميلاد، هذا باب سريع الاشتعال يعني. وايضا براده من الحديد، براده من الحديد حتى ايضا توفر منصهر اضافي. وبمواد كيميائيه تمنع دخول الاكسجين وين؟ المنطقة اللحام. شنو السبب؟ احنا ليش نريد نمنع الاكسجين يدخل منطقة اللحام؟ هو شنو اكبر ضرر يصير على منطقة اللحام؟ شنو الضرر الاكبر؟ حتى ما تكون اكو بابلز باللحام منطقة اللحام. البابلز وبعد الاكسيد، هو شنو اكسيد؟ يعني الزنجار، الزنجار بابا هو اكسيد الحديد. حديد يتحد ويا الاكسجين. اول شيء احنا كل المواد المعدنيه اذا نرفع درجه حرارتها يعني نحفزها على التفاعل الكيميائي على بناء الاواصر وتكسير الاواصر، بمعنى
هسه هذا الحديد اذا نجيبه ونخليه جو رطب ونتركه تشوف ايش قد يلا يصير به الصدى، الصدى العفو على السطح، خاصه لا ما معالج، يعني لا مطلي طلاء ولا علي زيوت او شحوم، ولا هو مثلا ستين ليس ستيل، لا وانما ماده قابله للصدى. اذا نتركه بوسط محفز يعني جو رطب، نلاحظ مثلا خلال اسبوع درجه حراره اعتياديه، خلال اسبوع يبدا مثلا الصدى يتكون به بالسطح. اذا نخليه بنفس الوسط لكن درجه حرارته مرتفع، بمعنى ضاعف درجه الحراره، نلاحظ انه مثلا خلال ايش قد يصير الصدى؟ خلال 3 ايام او 4 ايام او اقل. وين نريد نوصل بهالكلام؟ انه زياده درجه الحراره تحفز منطقه اللحام على التفاعل مع الاكسجين وبناء شنو؟ اكسيد الحديد. فدائما احنا شو نحاول؟ نحاول نمنع دخول الاكسجين لمنطقه اللحام. بعد دخول كل الغازات الى منطقه اللحام تخلي عندنا هاي البابلز، فقاعات يصير عندي. والفقاعات مناطق ضعف. يعني لان المناطق شو كراكس دائما هي ما تصير يعني. فاحنا ليش نقول لكم هذا الالكترود مغطى بماده؟ الماده قوامها الفسفور والكبريت والمغنيسيوم، او ايضا عندنا برادة الحديد ومواد كيميائية تمنع دخول الأكسجين لمنطقة اللحام، لأن قلنا منطقة اللحام وهي ساخنة جدا محفزة للتفاعل مع الأكسجين وبناء أكسيد الحديد. أضف إلى ذلك تمنع حدوث الفقاعات اللي هي دائما بالمستقبل تصير مناطق نشوء للكراكس. فإحنا شو قلنا هسه؟ هذا الإلكترود يجي unshielded arc welding والshielded arc welding، يجي طبق بنوعين يعني. دائما الشلدد يكون اقوى ويستخدم للاستخدامات الدقيقه يعني، حتى تكون وسط اللحام اكثر نجاحا. عندنا ظل النوع الاخير من الولدنج اللي اسمه الفورج ولدنج. الفورج يعني هاي الطرق مع الحدادين. شلون الفورج ولدنج؟ يجيبون هو نفس المبدا، يجيبون قطعتين اللي يوصلوها يسخنوها يوصلوها للتوهج ويخلوها واحده فوق الاخر ويبدون يطرقوها طرق. يعني معناها ايش صار عندك؟ ارتفاع درجة حرارة وجود ضغط معناها او طرقات. هسه هذا كل اللي اخذناه لحد الان هو تعريف لعمليات اللحام وتصنيفها انواعها المختلفة. الان اذا نجي على types of weld joint، weld joint وصلات اللحام، احنا همين مثل ما كان عندنا بالريفت باو سابقا، احنا همين يبقى عندنا نفس الوصلتين الاساسية، البط اللي هي تقابلية يعني واحدة مقابل الأخرى اللي هي مثل هاي الأشكال الآن الموجودة، هذه واحدة باللون الأزرق واحدة باللون الأحمر يتقابلون واحدة قبال الأخرى يسموها بات جوينت. وعندنا اللاب جوينت، هذه معناها احنا شنو نخلي جزء طرف واحدة من الوصلات ويا الطرف الآخر ركبهم واحدة فوق الأخرى وبعدين نبدأ نوصلهم، هذا ما يعرف باللاب جوينت. وأيضا عندنا مثلا دا تشوفون هذه كورنر جوينت، التي جوينت، هاي دا تشوفوها التي جوينت، هذه الكورنر جوينت، هذه الايدج جوينت يعني من الاطراف يعني. وهاي طبعا بزاويه، هسه هذه قد الزاويه بيناتهم؟ صفر او 180. من الممكن هذا يصير يعني بغير اشكال هالشكل هذا يعني، هذه هسه هذا من الممكن هيك يصير، هيك يصير وهكذا اللي هي الكورنر جوينت. هذه اشهر ويعني الوصلات الاكثر شيوعا وين؟ فيما يخص اللحام. فالتايب اوف ولد جوينتس هي اول ما نبدي عليها اللاب او الفيلد جوينت. هسه هذه اللاب انا همين ايش عندي لو تنتبهون على اللاب؟ عندي ثري ارانجمنتس، ثلاث ترتيبات او ثلاث وضعيات لللاب. الأولى من الأطراف منها، تشوفوها هاي شلون واضحة لكم؟ لو واضحة من الطرف يعني، من الطرف اللي راح يتعرض إلى تنشن، هذا هذا شو يسموه سينجل ترانسفيرس. يعني شنو هاي الطرف منها؟ ما ملحوم أيضا، وإنما اللحام موجود على طرف واحد سينجل ترانسفيرس. الثاني يسموه الدبل ترانسفيرس اللي هو شنو معناه؟
هذا الجزء وهذا الجزء يتوصلون. هو هذا كله لاب جوينت. الثالث يسموه البارالل فيلت. شنو هذا البارالل فيلت؟ يعني مو من الطرف، مو من نادي اللحم، لا، وانما بهالاتجاه هذا. اذا نجعل قطعتين بهالشكل تتوصل على قطعه اكبر، هنا راح يصير عندنا اللحام. هذا شيء يسموه بارالل فيلت. وطبعا هذا البارالل فيلت من الممكن يعني في بعض التطبيقات هو لازم احنا يعني حتى نتجنب مشاكل المومنت لازم من الطرفين، يعني من هذه الحافه ومن هذه الحافه احنا نلحمها، لكن قد يكون ببعض التطبيقات يصير بحافه واحده، يعني بس من طرف واحد يلحم، لكن بهالحاله راح يصير عندي هنا مومنت على الوصله. يعني فهسه هذا اول نوع اللي هو اللاب جوينت. انا عندي ثلاث وضعيات بي. وضعيات شنو طبعا؟ وطبعا يجي موديل ماكس. الماكس يعني شنو؟ هو نفسه يصير بي ترانسفيرس من هالطرف او دبل ترانسفيرس من هالطرف ايضا يصير بي وبارالل. هسه راح نجي نتعامل وياها رياضيا شلون نحسبها. عموما باللاب جوينت، اللاب وولدد جوينت، راح يصير انا عندي ثلاث أشكال مختلفة أو أربعة بالحقيقة، اللي هو single transverse هذا النوع الأول ومعناها بس بمنطقة واحدة كل لحام، والدبل transverse اللي هاي معناها بمنطقتين موجود عندي، والبارالل فلت. البارالل معناها ويا طول البليتة مو على العرض اللحام، ويا طول البليتة معناها دا يصير اللحام على المنطقتين. والميكست بارالل ترانسفيرس يعني معناها يصير عندي يعني هنا هذا الترانسفيرس وموجود عندي ايضا هنا البارالل. ظل اكو فد شيء اساسي هنا اريد نشرحه. هسه هذا ايش راح تتعرض هذه وصله اللحام هذه؟ هذه هنا بابا شنو احنا شوف ايدكم تفكرون بالتالي. هسه هذه من الممكن واحد يقول هذه القوه اللي انا هنا مخليها تسوي لي شير بهاي المنطقة على اللحام، صح؟ تمام دكتور. اي ومن الممكن واحد يقول لا، انا اتصور هنا يصير عندي شنو؟ مو شير، ربتشر، يعني قطع قطع، يصير بالتنشن او الكومبريشن، بالتنشن يعني هنا انا هنا يصير عندي كراك وبالتالي منها يصير عندي قطع، صح؟ أنا أريد أقول لكم التالي من الآن، يعني بعدنا في بداية التحليل، هذول هنا نعاملهم معاملة تنشن، هنا يصير على هاي المنطقة تنشن هنا يصير ويسبب لي الكسر، هنا يصير عندي تنشن، هو بالحقيقة بهاي الأريا هنا يصير عندي تنشن، يعني هذا الترانسفيرس هذه يتعرض إلى تنشن هاي من أعاملها واستخدموا إياها الستريس. مثلا هو يقول لي هاي الوصله مال اللحام لها هالقد التاو وهالقد التنسال ستريس، الترانسفيرس بالسوليوشن استخدم وياه التنسال ستريس، يعني عامل الفشل مالته يصير بالتنسال مو بالشير. لكن البارالل هذه لا، هنا راح يصير شير بهاي السطوح، تنقصقص هاي مدى تنسحب سحب، يعني ما يصير بها كراك وفراكشر يعني وكسر، لا، وانما الفشل مات هنا يصير بالتاو، هاي الطبقة تحاول تنفصل منها، يعني هذه الطبقة منها على السطح تحاول تنفصل. واضحة لو ما واضحة؟ تمام استاذ واضح. اي بابا اللي ما واضح عنده في شيء يقول لي، يعني انا حاضر يعني بس خلي يقول لي انا هاي ما واضحة حتى اقدر اشرح لي اياها اعيد لي اياها. عموما بس احنا استاذ اذا بمعناه لا، يعني كل واحد تعامله كأنه سوبر بوزيشن، هذا تحله بناء على التنسايل وهذا تحله على أساس التاو، يعني بالمعادلة نفسها
تموت تحسب القوة اللازمة لفشل الوصلة؟ نعم. إيش راح تقول؟ القوة اللازمة تساوي قوة الترانسفيرس زائد قوة البارالل. قوة الترانسفيرس الاريا في الستريس مال التنسايل زائد قوة البارالل اللي هو الاريا في التاو. فهمتني؟ تمام. أي هسه راح نشوف هاي الأمثلة ما بتوضح طريقة الحساب. هسه هذا فيما يخص. إيه قول. استاذ وإذا وإذا دبل إذا كان ترانسفيرس أو. تضرب في اثنين. كل شيء تضرب في اثنين. أي هسه إن شاء الله راح تشوفه. يعني هسه إذا سينجل أنا أجيب القوة أقول بس هذا الأريا في الستريس. إذا اثنين أقول اثنين في الأريا. فهمتني؟ يعني وهكذا. تمام. إيه هسه هذا اللاب جوينت، وقلنا اللاب جوينت أنا عندي مثل السينجل ترانسفيرس والدبل ترانسفيرس والبارالل في الجوينت، ويجي طبعا فد مود هو المكس بيناتهم. هسه إن شاء الله نشوفها بالحلول. النوع الثاني من الوصلات هو البط، بط جوينت. البط هو نقول عليه التقابلي طبعا. الأول شيء 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 يعني هو هذا اللاب بالعربي شيء يسموه اللاب؟ يسموه التناكب، مو التناكب؟ هذا باللغة العربية يعني من الترجمة يقول اللحام التناكبي، وهذا التقابلي يسموه البط جوينت التقابلي. فهمتوني؟ وهذا قائم الزاوية، وهذا المتوازي، وهذا قائم الزاوية من الجانبين. يعني هكذا باللغة العربية، وانتم خاف واحد يقرأ في الكتاب باللغة العربية بالورشة بتقرير. عموما النوع الثاني هسه البط جوينت اللي هو اللحام التقابلي. طبعا من ناحية يعني اكو اسباب لاستخدام الاثنين. يعني انا ليش استخدم النوع الاول وليش استخدم النوع الثاني؟ انتم هسه في رايكم اذا كنت مخير. يعني الصفائح السميكه يفضل النوع الثاني بها، هذا اذا كانت سميكه. يعني هذا الكروس سكشن كبير، فلازم انا الحمه بهالطريقه هذه. عموما هو شلون دا يصير؟ صفيحتين نقابلهم وحده بالاخ ونؤدي عمليات اللحام. عمليات اللحام قد تكون بس بالطرف، يعني بهالطريقة هذه بس بالطرف منا ومنا، وهاي سيئة جدا. فشي يسوون حتى يتجنبون هاي المشكلة؟ قدر الإمكان يعني يبعدوهم وحدة عن اللاف، ويضيفون منصهر الحديد هنا. وهذه همين ما تنجح إذا كانت الكروس سكشنال الكبير فد مرة، إذا كانت يعني نوعا ما كبيرة يعني سميكة الصفائح. هسا هذا شي يسموه؟ يسموه السكوير بط جوينت. هذا النوع الثاني السنجل في بط جوينت. هذا شي يسوون؟ يسوون تشامفرينج. هذا يسموه تشامفرينج. تشامفرينج شنو؟ يجيبون هاي يعني الصفائح إذا كانت عميقة يعني هذا سميكة، فشي يسوي لها؟ يقصوها بهالطريقة هذه. هذا يرفع هذا المعدن بحيث من تنطبق هيك تصير ويلحموها. ليش؟ حتى المساحة السطحية الداخلية كلها يصير بها قوة تلاصق أو تماسك باللحام. وطبعا هذه الزاوية 60 مو شرط باب الزاوية 60، هذا حسب العمل. يعني شما يزداد هذا السمك، هاي الزاوية قد تزداد عندك. يعني قد تبدي من 20 درجة و 30 درجة إذا كان السمك قليل، وتبدي تزداد توصل لل 60 إذا كان هو كبير. يعني هذا السمك هذا يسموه اليو، اليو جوينت. هسه هذا بط سينجل في بط جوينت، وهذا سينجل يو بط جوينت. لا تباعون على اللون الأسود، باعوا على المحيط هذا مالته. تعرفون ليش نقول يو وليش نقول؟ هسه هذا منه هذا شكله يسموه يو، هذا سينجل طبعا. ايضا هسه هنا شنو صار؟ هاي دبل في بط جوينت. يعني اذا تزداد فد مره، تزداد فد مره، انا ما اظل ما معقوله يعني هاي اسوي لها مثلا فد 90 درجه. صحيح انا ما اقدر هيك ازيدها، مو صح؟ ما اقدر يعني ما اقدر منها اسوي 45 ومنها 45، ما نقدر هيك نشتغل. فشو نقوم نسوي؟ الحد النص نحفر اخدود، ومن جوا ايضا اخدود حتى لا تكبر عند الزاويه بهالطريقه هذه اذا اسوي سنجل في بط جوينت. فالنوع الثاني هو بالحقيقه اللي هو الدبل بط جوينت.
العفو دبل دي بوت جوينت، وهذا الدبليو هذا يولي فوق ويولي جوا. ايضا بقى عندنا قلنا انواع يعني other types of ball joints اللي هي الكورنر لحام الزاوية، والإتش يعني الطرف لحام الطرف، والتي جوينت. طبعا يقول هناك اكو محددات، يعني انت هي الاختيارات مو عشوائيه، هي هاي معايير تصميميه في بعض الاحيان. شلون هسه صندوق انت مضطر الى تلجا هذه على هذه، مو صحيح؟ وهكذا يعني الاختيار مو يعني مثلا البط بين البط واللاب، هذا مثلا الثكنس هو اللي يحددك. مثلا الشيب هاي مثل هذولي هو اللي يحددك يا اختيار انت تختارهم. الدايركشن مالت الفورس الابلايد فورس همين جدا مهم هذا. يعني قصدي هو من اللي يخليك ليش تختار وحده دون عن الاخريات؟ عندك مثلا اذا انت مجبر على الشكل، يعني معايير تصميم الشيب هذه، هذا مو بكيفك انت. الشيب ريكوايرد يعني ريكوايرد شيب، لازم اذا انت عندك صندوق لازم تلجئ للكورنر، هاي مو يمك يعني. الثانيه الثكنس مالت البليت، هذه معناها انت تروح تختار البط مثلا لو اللاب، وبالبط تسوي له في لو ما تسوي له مثل لو تسوي له يو، وهكذا. الان عندنا يعني يقول هذا مثل بيسك ويل سامبلز، هاي جدا مهمه. شوف بابا انت من يجيك اللحام انت ما يرسم لك بالرسم الهندسي هيك لحام، وانما هيك الرسم عندك، وهنا يجيك هيك رقم. انتم دارسين بالرسم الهندسي هيك لو ما راسم لو ما دارسين؟ دارسين دكتور، يعني هاي هيك تنكتب لك. خلي اراويكم الارقام بابا بس دقيقه، هيك صح؟ مو تجيكم لو مثلا هنا يقول لك 30 في 20 في 2. هسه راح اقول لكم شنو معناها. الاثنين هو كلش قد تنعاد وصلت اللحام، يعني انت قد يكون انت صح موصل البليتين بس اللحام مو مستمر، كل منطقه تلحمها وانه بتترك فراغ وانه بوصلت لحام وفراغ ووصلت لحام وهكذا. فهذه يسموه الستيب، يعني اللحام كلش قد يعيد نفسه. مثلا انت شو تقول؟ انا اترك بالبدايه هامش، مو هاي البليته مثلا، يعني انت هيك ناوي. اقول انا شو اسوي من اوصلهم؟ هاي بليته شكل وهاي بليته شكل. مثلا تقول انا اترك مثلا يعني اترك فراغ 10 وبعدين اجي اخلي وصلت لحام. ايش قد طولها؟ خلينا نقول 5. هاي الهامش بالبدايه هامش هذا. بعد ذلك اترك لي منها 20 واعيد العمليه. فهاي بالاخير تنكتب 20 اللي هي كلش قد يعيد نفسه. وهذا الطول مال منطقه اللحام اللي هو 5. وهذا هو هامش البدايه، هاي اذا اكو هامش، اذا ما كنت كتبه صفر مثلا. هسه هذه 10. قصدي بالرسم الهندسي احنا هيك نكتب لك، وانت هنا تعرف اكو لحام من هذه الدلاله مالته. فإذا نجي هسه بالحقيقه التعابير يعني لل هذه يسموه فلت، هذا فلت ولدنج، هذه يسموه النوع الاول. الثاني سكوير بات، الثالث سنجل في، الرابع دبل في، وطبعا كله بات هذا لان تقابلي. سنجل يو دبل يو، هذا شيء اسم دبا عليه. هسه هذا بابا شنو هذا؟ هذا يقول سنجل بيفل، البيفل يعني نص الفي. شنو قصدي؟ انتبهوا علي هنا، البيفل يعني نص الفي. انا هسه لو عندي قطعتين إذا وصلهم بالفي، شو نسوي؟ نشيل هذا كله، يصير عندي في وأوصلهم. في بعض الأحيان بس منطقة واحدة أشيل من عندها. فهمتوني؟ يعني الفي ما يكمل، بس منطقة واحدة أشيل من عندها معلم. يسموه سنجل في، هذا اللي هو سيج موجود. يعني هذا بقت سليمة مثل ما هي، وهذه أنا أخذت من عندها. سويتها هاي المنطقة حفر بها يعني. سنجل في، وهاي دبل في بفل يعني العفو، وهكذا. وهمين سنجل جي، الجي يعني نص اليو، يعني باع عليها هسه هي هذه مو كانت المفروض يو. اذا اسوي نص يعني هيك قصدي، اجيب بليته بهالشكل.
والثانية أقصها بنفس الطريقة، هاي صار عندي يو وألحمهم. إذا واحدة سليمة والثانية أسوي لها شامفرينج، هاي شيء يسموه جي، هاي كأنه جي أنت هنا راسم. واضحة لو ما واضحة؟ أيوة يا بابا، أنتم يعني الآن ما مطلوب من عندكم حقيقة هذه الأمور، هي فلسفية وفنية وجدا مهمة في حياتكم يعني كمهندس، ما يصير ما تعرفها أنت. وهكذا بابا تجون على هذه الأشكال، كل واحد يعني إلى اسم ورمز، يعني هسه هذا السبوت ويلدينج ده تشوفون بابا شلون يرسم السبوت ويلدينج، هذا السبوت ويلدينج. يعني لا تشوف أنت مثل عدة قطع تنهيج بهالشكل ويمها بالرسم الهندسي هذا، معناه هذا سبوت ويلدينج، هاي القطع مو قطعة واحدة، أنت تعرفها من التأشير أكيد، يعني من هاي التأشير هي قطعتين. بس هاي الوصلة شنو اللي بيناتهم؟ هيش رمز هيصير عندك. وإذا كان هو نفسه لحام نقطة كهربائية لكن مستمر، هيش يسوي لك اللي هو وهذا، معناه هذا مستمر ترى. يعني إذا تروح أنت بهالشكل هذا، هاي موجود على طول القطعة، هذا هنا هذا اللحام موجود، وهكذا. هاي الجداول بابا طلعوا عليه، هي لا مطلوبة من عندكم. بقد ما يعني شريد أقول لكم، هي معرفة لكم لا أكثر ولا أقل. هسه مثل هذه شوفوا بابا، يعني هذه الخارطة شوفوا هسه، قصد الرموز إحنا شلون نكتبها. يعني إذا أنت يجيك الآن مثلا، أنت مشغل الآن موجود بالورشة، ويجيك واحد كراسم لك تصميم بهالشكل، هذا تشوفون بهالشكل هيك يرسم لك ويقول لك نفذه، منطيك الأبعاد مال هذا، هذا هاي البيتات، منطيك مثلا الطول قايل لك هذا 2 متر منها مثلا، فدت لا 1.5 متر، السموك مثلا 10 سنتيمتر، فهمتوني؟ وراسم لك هالشكل هذا ويقول لك نفذه. هذا شنو معناه الخمسه هنا هيجي؟ هو ما يرسم لك هيجي، وهيجي يجيك اللحام، هيجي يجيك الخارطه مالته. اول شيء مثلث فوق ومثلث جوا، معناها انا هنا عندي مثلث وهنا عندي مثلث، على الطرفين انا دا الحم. اذا عندي على جنب واحد معناها بس من طرف واحد الحم، لو هنا اخلي مثلث هيجي راح الحم معناها. هذه الخمسة شنو معناها؟ معناها ارتفاع، هاي المنطقة هذه تشوفوها شون، هذه منها اللي جاي خمسة ومنها اللي جاي خمسة، هاي الجذور مالتها خمسة بخمسة. واضحة لو ما واضحة؟ الفي بولت، الفي بولت العفو، الفي بولت جوينت، هاي هنا انت مو مثل عندك 60 درجة 30 درجة، هيك تكتب لك بابا عليه هنا، تكتب الماجنتيود ايش قد تريد، 20 درجة اكتب هنا 20 درجة، اكتب 20 درجة حتى نعرف انه هذا في بلت، تشوفوا هذا في، وطبعا هذا سينجل، الدبل هيك ينكتب تشوفون، يعني هنا عندي مثلث لي فوق ومثلث لي جوا، هذا دبل في بلت في جوينت. اذا مثلث واحد هذا سينجل في جوينت. هسه اذا اجي اشكال مختلفه بابا، شوف هسه هذا القراءه شلون ما تدصير، طبعا انت هنا عندك من الجانبين تشوفون شلون بابا صاير. هسه هذا ترانسفيرس لوت، هذا ترانسفيرس، يعني عندي هيك راح ارسمها لكم انا بالحقيقه، عندي هالشكل هذا، وعندي بليته من اهمين هيك جاي، وانت شلون تريد توصل هاي الشيء اللي تخليها بو عليه. انت هنا هيك تريد الوصلات مالت اللحام، انه بتترك فراغ تبدي بالاخ، يعني هيك هنا تبدي مثلا، وهكذا وتكمل على طولها يعني. ومن الجهة الأخرى همين أكو عندك لحام ومتقطع، يعني هيك قصدي سال ترانسفيرس، وهيك مكتوب عندك أول شيء على هاي مثلث فوق مثلث جوا، معناها على الجهتين أكو، شلون هسه هنا رسمتها لكم، هنا أكو وهنا أكو، شلون هنا قصدي هنا تشوفون هنا خلينا وهنا خلينا وصلت لحام، هذا دلالة المثلث شنو معناه. لو تلاحظون إيش مكتوب هسه، هذه الجهة الفوق هي الجهة اليسار اللي هي هذه، يعني هذه واحد وهذه اثنين اللي تصير لي جوا.
الواحد ايش مكتوب؟ بادينا بالثمانين، الثمانين هو هذا الهامش، هذا الهامش بدينا منه 80، من الممكن بابا يكون صفر يعني بعد من الحافه. شلون هسه هذا بدنا بعد من الحافه؟ هاي ما يعني ما عندي محددات، مو شرط يعني الا بدي بهامش معين، لكن قد يكون. فهسه هاي بدا بال 80 اللي هي الهامش، وراها قال 40، هذا الرقم الثاني هو طول وسط اللحام، هاي ال 40. الثالث هو قلنا هاي الستيب، شوف هسه هاي نفس العمليه انعادت، ترك 100 وبدا ب 40، ترك 100 وبدا ب 40، ترك 100 وبدا ب 40 وهكذا. الجهه الاخرى باع ما بها هامش، هو اول ما بدا بوسط اللحام، هاي طول وسط اللحام، بعدين بدا ستيب وهكذا. شوف يعني احنا نمشي بالاخير ستيب، طول اللحام، هامش. واضحه لو ما واضحه؟ هي قلت لكم بابا هاي الكم يعني، هذه الان انت ما مطلوب من عندك تحفظها، مطلوب من عندك تفهمها تقراها وراي، هذا المطلوب من عندك. نجي الان على السترينث اوف، هسه الان نجي هنا بابا حسابات، يعني شلون استخدم المعادلات، الامثله شلون اقدر احلها، القوانين اللي اتبعها. سترينث اوف ترانسفيرس فيلت فيلت وولد جوينت، يعني شلون اقدر اقيس القوه مال وسط اللحام كالتالي. ابتداء انت هسه هذا وسط اللحام اللي تشوفها عندك هنا مجموعه من المفاهيم لازم تعرفها، متغيرات ال هذا انا عندي ال مرتين استخدمه، ال مره استخدمه اذا كانت هي بارالل فيلت، تتذكرون شنو بارالل؟ اللحام يكون من جوانبين بالضبط، يعني منها من اللحام يصير هذا L، أقدر أستخدمه طول منطقة اللحام، أو أقدر إذا هو ترانسفيرس أيضا أستخدم ال L، هو هذا معناه هو شنو عرض البليته، ال L يعني هو عرض البليته في حالة الترانسفيرس، وال L هو طول منطقة اللحام في حالة البارالل. واضحة لو ما واضحة؟ يعني إن شاء الله هسه كل مثال هو يوضح نفسه زين. هسه ال L قلنا هو عرض البليته اللي أنا إذا أستخدمها، وال P هو تنسايل لود، وظلت هذا الاس، الاس هو بابا طول منطقة الجذر للحام، يعني هو دائما يسموه السايز، وفي بعض الأحيان يسموه الليك. شوفوا هنا ايش مكتوب هنا، ايش يسموه الساي أبعض هذا التي الأول، خلينا نجي على الاس، الاس هو الليك أو السايز أوف ويلد هذا. بعد شنو عندنا ال L اللي هو length of weld، يعني هذا عرض منطقة اللحام، جد العرض مالته تشوفه L هذا. وعندي أيضا ال T اللي هما شو نسميه إحنا ال T، نسميه throat thickness. شنو معنى throat؟ بو علي هسه أنا مو عندي هاي منطقة اللحام، هذه هي ال S مال منطقة الجذور، وهذا منها أيضا S. شو نسوي من هذا الكورنر، من هذا الكورنر اجر بزاويه 45، اجر خط. شوف بابا جدا مهم تعرفون انه منطقه اللحام ورا ال 45 بعد ما لها قيمه، يعني هاي ياخذوها خط قاعده، يعني انا مثلا لو لحم بهالطريقه هذه، هاي زياده باللحيم هسه، مو هاي زياده عن المنطقه الاصليه، هذا زياده من منصهر اللحام لو انا هنا اخليه، هذا ما راح يضيف قوة إضافية على الوصلة. فهمتوني لو ما فهمتوني؟ يعني الحسابات والتجارب بينت أنه إضافة غير هاي الـ 45 هي مو ذات جدوى، وإذا أضيف أضيف مقدار ضئيل جدا ما يتناسب ويا حجم التأخير بالعمل والإنفاق لتوفير مصهر اللحام والتغيير بالمواصفات الميكانيكية. مين جاي التغيير بالمواصفات الميكانيكية؟ بابا كل لحام هو معناه إضافة شنو؟ إضافة حرارة، يعني تعريض المعدل للحرارة، وانتم تعرفون المعادن ايش ما تتغير درجة حرارة تتغير مواصفاتها الميكانيكية. فاللحام سلاح ذو حدين أيضا، أنا مثل ما أستخدمه للحيم أستخدمه للقص، مو يكمين يستخدموه يعني يصير هرش، نقول عليه باللغة الدارجة يعني هرش، نستخدمه نفسه نلحم به ونقص. فأنا على قد هاي الـ 45 وهاي المساحة مال اللحام ممتاز، صح دا يضيف درجة حرارة بس تأثيرها قليل بالنسبة لما تقدمه من خدمة الربط يعني.
لكن اذا اريد اضيف لحام مثل منها هيك اكومه للحين منها هاي كلها اوصلها بالحقيقه الاضافه ما راح تبين عندي بسلامه وصله اللحام او نجاتها في ظروف العمل. هسه اذا نجي احنا قلنا هذا الاس هي السايز او الليك وانا عندي بالحقيقه هذه سموتي. شو يقولون؟ يقولون المر هسه انا مثلا مو هذا هو الاس اللي راح يتعرض الى تنشن بالنسبه للبليتل. شو نقول احنا بالنسبه لوصله اللحام؟ نفترض هي اضعف، نفترض ان وصله اللحام هي اضعف من المعادن الملحومه، لذلك اذا اقيس انا هسه المفروض اخذ الاس انا اشوف ايش قد الارتفاع مال وصله اللحام اس وخليه يتعرض الى تنشن. احنا ما ناخذ الاريا يعني السمك مال منطقه اللحام ما ناخذه بقد السمك مال المواد الملحومه. يعني مو انا هسه عندي بليت السمك مالتها اس ما اخذ السمك مال وسط اللحام اس ايضا، لا اخذ اس مو هو هذا الاس في ساين 45 حتى يطلع لي هذا، هذا هو التي اللي انا احلل عليه. ارجو ان تكون واضحه جدا عندكم هذه، سمك منطقه اللحام من استخدمها بالحسابات افترض ان المنطقه اضعف من الوصله اللي انا اريد الحمها البليت اللي اريد الحمه. فدائما اعاملها كانه ابعادها اقل من ابعاد البليت. شلون اخذ ابعادها؟ اقول الاس في ساين 45 اس ساين 45. واضحه لو ما واضحه؟ التي اللي استخدمها بحساباتي بالنسبه لوصله اللحام هي ما تعتبر نفس التي بالنسبه للبليت، مو نفس البليت. وانما اقل من عدد. دائما شو تساوي؟ تساوي الاس اللي هو سمك البليته مضروب في ساين 45. هذا شو يسموه الثروت ثيكنس. الثروت تجي مثل الحنجره والاختناق همين يجي ثروتل. يعني قصدي هي هذا يعتبر هذا السمك الحرج للحم اللي انا المفروض اشتغل عليه بحساباتي. وان كان انتم الان لو تشوفون هو بالحقيقه السمك المفروض يمشي اللي جاي. هي هاي دائرة، هذا جزء ربع دائرة هذه. بس احنا شو نقول بالحقيقة؟ هو كأنه الآر هو هذا سنتر وهاي دائرة. هذا آر اللي هو ساوي اس. فأنا شو أعتبره يعني السمك مالتي يساوي الآر اللي هو الاس يعني يساوي للاس ساين ثيتا اللي هي 45. يسموه ثروت ثيكنس. فدائما احنا شنو هذا قلت لكم بابا التي والثروت ثكنس يساوي للاس اللي هو سمك البليته. يعني هذا الاس ترى هذا الاس هو سمك البليته مضروب في ساين ال 45 يعني دائما معناها 0.707 اس دائما. زين الاريا مالت المنطقه مالت اللحام شو تساوي لي؟ طول منطقه اللحام اللي هو ال في سمك التي طلعت الاريا. الاري لمنطقة اللحام هو طول في عرض يعني بابا. الطول مال منطقة اللحام هو ال، احنا اتفقنا سابقا في البداية قلنا من المتغيرات ال واللي يمثل طول منطقة اللحام هذا هو ال. ظلت الارتفاع مالتها التي ايش قد؟ التي احنا اخذناه يساوي للاس ساين ثيتا، فمعناها هسه الاي ايش راح تساوي لي؟ اس في ساين ثيتا اللي هو 0.707 اس تايمز ال اللي هو طول منطقه اللحام، وهاي يساوي طول هذا المساحه لمنطقه اللحام. اكو احد عنده مشكله اللي جاي شلون حسبنا مساحه منطقه اللحام؟ زين اذا اريد اعرف الماكسيمم يعني او السترينث، احنا نقول السترينث او الماكسيمم لود اللي تقدر تتحمله وسطه اللحام، اقول اليلد ستريس او البيرميسبل ستريس اضربه في الاريا حتى طلع القوه اللازمه لفشل الوصله. فالقوة أنا استحسبتها الأريا العفو الأريا 0.707 LS أو SL هاي الأريا أضربها في السيجما بيرمسبل تطلع لي البي البي ماكزيموم شو تساوي لي 0.707 SL سيجما اللي هي هذه. وليش مضروبه في اثنين؟ تنضرب في اثنين اذا كان دبل ترانسفيرس، يعني شنو؟ يعني مثل هاي الحاله، هنا عندي لحام وهنا عندي لحام.
لكن إذا كان single transverse يبقى بس 0.707 SL في السيجما. هسا هذا فيما يخص شنو؟ فيما يخص حساب الماكسيمم أو السترينث. الآن شخدنا آني هسا آني دي أشتغل على لاب. هسا هذه لاب لو مو لاب هذه مو لاب قدامكم صفيحة فوق اللاب. وش استخدمناها؟ أيوة استخدمناها شنو؟ سينجل ترانسفيرس أو دبل ترانسفيرس استخدمناها. زين إذا كان يجيني بارلل بمعنى اللحام هنا موجود يعني أنا عندي بليتين هذا يعني هاي الحالة خلعيتها لكم هذه الحالة يعني أنا الآن أول حالة حلتها اللي هي هذه اللي صارت البي شو تساوي 0.707 S L سيجما. هذه الحالة لما صار دبل ترانسفيرس صارت 2 البي 2 في 0.707 S L سيجما. الحالة الثالثة هذه طبعا كلنا احنا بعدنا باللاب جوينت لما تصير بارالل يعني قلنا انا هنا من اضربها ما اضربها في السيجما اضربها في تاو وهسه راح نجي عليها ايضا اقيس المساحة واضربها في التاو واضربها في اثنين لان عندي الجهتين ايضا المساحة بنفس الطريقة تعتبر هذا اسمه L مو صحيح بس هذا اسمه L طول التي ايضا اخذ بابا بنفس الطريقة التي يساوي لي الثكنس نفس التي ترد يعني التي اخذ الاس ساين 45 وتساوي 0.707 اس الاريا تساوي التي في الال .707 S في الال صارت الفورس للبارالل ايش احسبها طبعا هي هنا بابا لازم اكتب اثنين لان انا عندي منطقتين هنا منطقه وهنا بارالل فش يصير عندي يصير عندي اثنين في 0.707 الاس في الال في شنو في تاو هاي جدا مهمه في تاو وليست في الدايركت او التنسال ستريسز قلنا أنا هنا عندي منطقتين للبارالل والتي مالتها هو هذا اللي قلنا هو الاس في ساين 45 تنضرب في الطول اللي هو هذا تنضرب في التاو وتساوي إذن دائما هو هذا القانون مالتها واضحة لو ما واضحة تمام استاذ اللي عنده سؤال يقدر يسأل عموما هسه ايش اجينا على الحاله لما قلت لكم يصير كومباينيشن بيناتهم يعني شنو كومباينيشن هسه احنا اخذنا مره ترانسفيرس سنجل ترانسفيرس دبل ترانسفيرس وبعدين قلنا بارالل هسه اذا يجيني وياها ترانسفيرس بس مجرد اضيفها وياها يعني اجمع هذه القوه اللي جايه من البارالل ويا القوه اللي جايه من الترانسفيرس وهسه هاي سنجل ترانسفيرس لانه 0.7 لو كان دبل ترانسفيرس اضربها في 2 صح تمام يعني بس يصير 1.14 وهكذا 1.414 العفو احد عنده سؤال استفسار ايضاح مشكله هو كي اشتقاق بابا برنسبل هذا فشي بسيط جدا يعني ما يراد له عموما ظلت عندكم بس شغله واحده هنا بابا يعني هاي جدا مهم النوت هذه في بعض الأحيان تسمعون العبارات التالية بالمسائل دائما بابا وصلة اللحام يعني أيدكم هاي يعني إذا أنت مثلا وصلة اللحام هسه مثلا يطلع طولها 5 ملم مثلا خلينا نقول 5 ملم هاي منطقة اللحام أو مثلا 20 سم باع عليه راح أكتبها هسه أنا هاي 20 ملم بالفرض أنا حسبت طولها 20 ملم فهمتوني لو ما فهمتوني فهمت زين
ترى منطقة اللحام بابا من تبدي، شوف خلي أرسمها لكم بشكل مكبر يعني. هسه أنا هاي منطقة وأريد ألحمها، هنا عندي بليتة إذا أريد مثلا أنا أريد مثلا طولها مثلا 20، شوفوا من ألحم اللحام أبدي هيك بهالطريقة، هسه هاي صارت 20. ترى هي بالحقيقة بابا ما تبدي بنفس القوة، بمعنى منطقة اللحام هيك تبدي يعني بالحقيقة، إذا أجي ارتفاعها هسه ارتفاعها هيك يجي لها تستقر يعني، هذه مو نفس القوة مال منطقة اللحام الباقية، يعني منطقة بداية ونهاية، يعني دائما منطقة البداية والنهاية هي مناطق ضعف. فدائما إذا أنا أريد منطقة لحام صافي وإلها قوة صحيحة مثل ما أنا حسبتها، مثل طولها 20 ملم، أضيف يعني ألحم قبل العشرين وأنتهي وراء العشرين، فهمتوني؟ أضيف start and end point، نقاط بداية للحيم ونقاط نهاية، يعني طول منطقة اللحيم الفعلية راح تصير العشرين زائد فتشي، حتى أضمن أنه الحداد من يبدي أنا أعرف راح يصير عنده لوس بالبداية، من أقول له الحملة 20 صافية وهو يجي 20، بالحقيقة نقطة البداية ضعيفة ونقطة النهاية ضعيفة، فبالحقيقة الأكتوال كيس هي ما راح تطلع 20، راح تطلع يجوز 17-16 ملم الحقيقي، اللحام الحقيقي. فدائما إحنا من نحسب من هذه المعادلات ويطلع عندي طول منطقة اللحام فد شيء معين، أنا أضيف عليه start and end point، فهمتوني؟ أنا بالنهاية أضيف start and end point على الرقم اللي دا يطلع لي، اللي هو شقد مقداره، مقداره بالضبط يصير 12.5 ملي. In order to allow for starting and stopping of the bait, 12.5 millimeter should be added to the length of each weld. هذا لازم تعرفوها، يعني يطلع لك من حساباتك أنت حسبت وطلع طول اللحام الصافي في 5 سنتيم، أنت تعرف الحداد من راح يلحم لك 5 بالضبط، جزء من الخمسة هي نقطة بداية ونقطة نهاية، دائما ذني يصير بها الخسائر بالسترين لأن ما يسوون التصاق تام، نقطة إجنيشن دائما نقول عليها وبوت داون، منطقة اتقاد ومنطقة إطفاء، فلا الانصهار صحيح ولا هو كمية الانصهار مثل ما احنا نريدها. فدائما نضيف بابا على الطول، على هذا الطول اللي أنا إذا مثل إذا الحمل 20 سنتيمتر أضيف فوق من سنتيم وربع اللي هو 12.5 ملم. واضحة لو ما واضحة؟ واضحة دكتور. الأستاذ هاي تدخل الأستاذ تدخل بالحسابات مالتنا؟ يعني إذا طلع مو تحسب عليه بابا، أنت مو تحسب هسه تقول أنا إذا طول منطقة اللحام اللي تحقق لها هاي المواصفات طولها 5 سنتيم، من تقول له للحداد الحملي مو تقول له الحملي 5 سنتيم، تقول له الحملي 6.25، لأن أنت تعرف سنتيم وربع راح تروح خسائر ما تطي بها سترينث مثل ما أنت تريد. فحتى شو تصير؟ يصير عندك الخمسة سنتيم صافي وهذن زيادات وياه، أحسن ما يصير ضمن الخمسة سنتيم ذن المناطق اللي هي بين نقطة البداية والنهاية اللي نقاط ضعف، يعني انصهارهن مو كامل، يعني من تحسب وتحسب لإيل أيدك تضيف عليه 12.5 ملم. واضح لو ما واضح؟ تحسب من المعادلات تقول and for adding starting and ending points it must be added by about، يعني بس تقول لي التي النهائي يساوي التي زائد 12.5 ملم وضيفها عليه تقول لي هذا هذا الطول النهائي العفو. هسه بابا راح تشوفه بالمسألة. أيضا عندكم مصطلح آخر راح هسه يعني أيضا تسمعوا، أكو reinforced fillet welds. يعني شنو reinforced؟ يعني يعني شد أقولكم يعني تحصنه أكثر، إذا تحصين أكثر تستخدمه، فهمتوني؟ تحصن أكثر تعزيز بالضبط، الدعم تحصنه أكثر. انت مو تحسب التي مال الثروت اللي هو 0.707 في الاس في الال، يعني زياده في التشاؤم والتحرز ما بدك تاخذه كامل، انه بدك تاخذ 0.85 من هاي القيمه، يعني تعتبر انه باصغر من هذه القيمه. هو هسه التي احنا بناخذه من المسائل، شوفوا بابا با عليه خليها هسه امسحها حتى يتوضح عندكم. أنا بالحقيقة تي هاي المفروض أخذها منها اللي جاي، هاي اللي جاي بصير، يعني هو بقد الأس منطقة اللحام. إحنا شو نقول؟ نقول لا، خلينا نجر خط مستقيم ونأخذ اللي جاي، هذا التي اللي هو شو يساوي؟ S sin 45. إذا
reinforced شو يصير T يساوي 0.85 في الاس في ساين، فهمتوني؟ بعد يصير اقل يعني. انت شو ما تزيد التحصين للتصميم لازم تبدي تقلل يعني بدء ابعاد مالتك، او تفكر انه الاحمال اكبر من قيمها الحقيقيه. هاي نوع من انواع السيفتي. فالمهم بابا انا شنو اللي اذكره لكم هنا، انت من تسمع هاي المصطلحات رينفورس معناها التي راح يصير 0.85 من التي، يعني بالتصميم انت تحسب انه التي ما تاخذ يعني الاس في ال في ساين 45، انما هذا المقدار ضربه في 0.85. وايضا اذا يعني نضيف احنا ال اللي نحسبه لازم نقول له يعني بالنهايه طول وسط اللحام انا حسبتها 10 اسوي 22.25 22.5 اضيف لها 12.5. هسه الان هنا ناخذ فد مثال، طبعا صفيحه a plate of 100 mm wide عرضها 100 mm and 10 mm thick وال thickness مالتها 10. هذا الثيكنس بابا شيء مثل عندي بالمسائل هنا من تباعون الاس الاس بابا جدا مهم نقول الثيكنس الثيكنس دي. ترى انت هنا عندنا بالمسائل الثيكنس هو شنو؟ هذا التي اللي هو الاس ساين 45، يعني مو هذا الثيكنس احنا منطيك اياه، احنا منطيك للبليته. الثيكنس مين طقيا المساله بابا؟ مو منطقه اللحام، منطقه اللحام عليك انت تصممها، هم ينطوك للصفائح اللي انت تلحمها. يعني هم بالحقيقه ده ينطوك الاس من يقول لك ثيكنس، هذا مو الثيكنس مال منطقه اللحام، لا الثيكنس انت تروح تحسب لنا اياه، ده ينطيك الثيكنس للصفائح اللي تلحمها. عموما هسه هذا السؤال اللي يقول a plate of 100 millimeter wide and 10 millimeter thick is to be welded to another plate by means of العرض مالتهم 100 والثيكنس 10 وانا اريد الحمهم وحده بالله شنو؟ دبل بارلل فيلت دبل بارلل يعني شنو دبل فيلت؟ يعني على الجانب يعني نقول بالضبط تضربها في اثنين. مية وسمك مالتها 10 بدبل بارلل اللي هو هذا الرسم مالتها الدبل بارلل. ها. هاي دبل بارلل. وفوقها هنا انا وين رحت؟ هي المهم. وطبعا معرضه الى قوه سحب مقدارها 80 كيلو نيوتن. المطلوب من عندك find the length of weld if permissible shear stress and the weld does not exceed 55 ميجا باسكال. الان شنو طعنا؟ طعنا shear stress وراد من عندنا بابا هذه ال L رايتها من عندنا ما موجوده عنده. انا شنو اللي عندي؟ هو منطيني P الفورس يساوي 80 مو هيجي 80 كيلو نوت وانطاني ايضا التاو طاني اياه اللي هو 55 ميجا ومنطيني الاس. الحساب مالتنا بابك يكون كالتالي هذا هنا يعني هسه ده نحسب البي اللي هي 80 في 10 أس 3 شو تساوي؟ تساوي الاريا في الستريس وطبعا تنضرب في 2 العفو تاو وليس ستريس. ليش تاو؟ لان هي بارلل. لو كانت ترانسفيرس اضربها في الستريس، يعني هاي تعاني من شير ما تعاني من تنسايل وكراك وفراكشر. عموما فالاريا شو تساوي لي؟ تساوي للتي في ال صحيح؟ زين التي شو تساوي؟ تساوي الاس في ساين. وهذا ما بدنا نأديه احنا الان هنا. قلنا هذا هي الفورس المسلطه. تساوي شنو؟ التاو في الاريا. الاريا شو تساوي لي؟ الطول هذا الطول في الثيكنس، هذا الثيكنس. وقلنا احنا الثيكنس يساوي الاس
في سائل 45 وانضرب في 2 لانه عندي دبل بارلل من الجيكين يعني. فصار عندي الان صار عندي 80 في 10 اس 3 يساوي 778 ار. اذا مباشره ال شو يساوي؟ 80 على 778 صار عندي 103. هسه هذا المفروض هاي وصلت اللحام. نعم تفضل. هذا الـ 0.85 ليش ما اكبرناها ويا الـ ويا المساحة؟ مو قلنا انه هم نقلل من عندها ونضربها في 0.85؟ لا انت ما قايل لك هنا بابا reinforced. اه تمام. بابا هاي شنو؟ يقول لك قال لك تحصنها يعني هاي شوية المناطق ضعيفة او ظروف العمل متغيرة ما احصيناها بالشكل الحقيقي. يعني اضرب لك مثلا انت من تصمم جناح طائره او البدن مال الطائره انت شو تقول؟ يقول والله وزن الركاب هالقد راح يصير، وزن الوقود هذا هالقد، يعني الجايروسكوبك افكت الجاي مثلا من المراوح هالقد راح يصير، السنترفيوغال فورس بالانعطاف هالقد راح يصير، يعني تقوم تحسب كل حساباتك بس تنسى انه الطائره مثلا هاي الاحمال اللي موجوده عليها هي مستاتيكيه ديناميكيه، يعني مره ما اكلود ومره اكلود، هاي واحده من الحالات على التقريب، ومرة أخرى وين التقريب؟ تقول أنا صممتها بالمختبر وعلى ظروف درجة حرارة مثل 30 درجة، بينما هي تروح للأسكيمو وتروح لأفريقيا، يعني درجات الحرارة تمشي لك من 60 درجة مئوية وتوصلك للسالب 70. فإحنا من هيك حان ظروف يعني ما نقدر نحصيها بالشكل الحقيقي، نقوم ندخل سيفتي أو فاكتور أوف سيفتي العفو، معاملات أمان، واحدة من عتها هاي باب الريينفورسمنت. يعني يقول لك حصنها، أنا مثلا هاي يراد لها تحصين، ظروف العمل قاسية، تشتغل في ظروف عمل مختلفة، هواي اكو تفاوت بيناتها، فيراد احنا اذا نحسب بالتصميم مالتي اضرب 0.85، مو اقول الاس في ساين 45، اقول الاس في ساين 45 في 0.85 وهكذا. هسه هنا باب الان ما مطلوبة من عندنا. الان حسبنا باب الاس طلع عندنا 103، هذا شنو الطول؟ الطول الصافي لهذه الوصلة المفروض يطلع ايش قد هو؟ 103. بابا هذا المفروض طول صافي الـ L يساوي 103. زين أنا عندي ending و starting point هنا راح يصير، يعني هيك إنه بيالله يصفر. فش أريد أنا أضيف له هنا وهنا أش أضيف له 12 ونص من لما ترى أضيف له، فأقول الـ L النهائي يساوي 103 زائد 12 ونص من لما. فيكون الطول التكميلي 115 ونص مو واضحة لو ما واضحة؟ تمام واضحة دكتور تمام. زين الآن ايش راح ناخذ؟ انتم هسه لحد الآن تشوف بالأمثلة تاخذ بليت على إذا هو اللحام بس يعني بس بليت، لا اكو اسطوانات واكو اشكال ثلاثية واكو يعني انابيب مجوفة من الداخل ومن الخارج، مو صحيح. اللحام ما له علاقة يعني بشكل ستاندرد، لا احنا وين ما نحتاج نطبقه. فالسبب راح ناخذ حالات يقول different cases for welding joints، هسه راح ناخذها او special cases of fillet welded joints. هسه مثل هذا هنا شفت ويتعرض الى تورك، هاي موجوده بابا هاي الظاهره يعني كجزء ميكانيكي موجود، شلون نتعامل وياه؟ يعني شلون اقدر بعد شوي انا اصمم منطقه ال وسط اللحام يعني ايش قد الثكنس مالتها؟ هنا بس الثكنس بابا مطلوب هنا من عندك بهاي المسائل، يعني الطول هو مو مثل يعني الطول هو بالضبط لازم يصير على قد المحيط مالت الانبوب. فاذا نجي خلينا نشوف الاول شنو هي المتغيرات تدخل عندنا بالمسائل الحسابيه. يدخل عندنا الدي الديامتر هذا للشفت طبعا هو الاوتر ديامتر طبعا، بعد او الانر ديامتر انت حسب اللحام وين موجود، يعني اذا اللحام بالمحيط الخارجي هاي الدي اوت نطيك، واذا بالداخل دي ان راح يكون. الار هو الراديوس اوف رود بشكل طبيعي، هذا التي تورك المسلط عندي، والاس هو السايز لمنطقه اللحام يعني او الليك، التي الثروت ثيكنس، والبولر مومنت اوف انرشيا دي ستار. هذا جدا مهم يعني هسه هذا تاخذوه في هذا سبيشال كيس. اللحام اذا كان على انبوب سواء خارجي او داخلي
آسف انقطع الظاهر النت يمي. نعم، فالمعادلة بابا ماتنا راح هي تي ار على جي، بس مجرد عوضنا مكان الجي هذه الفورمولا. وانا سألتكم سؤال، شنو الغريب بها هاي الفورمولا؟ احنا عادة بالبولار ما يضاف عندنا ثيكنس، بالبولار مومنت اوف انيرشيا اللي هي باي دي اس 4 على 32، مو صحيح؟ يعني اذا كانت للشفت، لكن هي هاي لانه لرينج، وهذا الرينج مثلث هو بالحقيقة، يعني هو هذا الكروس سكشن مالته ويصير رينج يعني بهالشكل هذا وهكذا يعني. عموما هسه هي هذه انتم وظيفتكم تحفظوا حفظ بقى، ما لكم علاقه بالاشتقاق مالتها، مجرد اعوضها هنا بالجي. فايش راح يصير القانون النهائي؟ 2 في التورك على باي في الثكنس في الدي تربيع. واحنا دائما نقول الثكنس احنا نعرفه شنو القانون مالته اللي هو الاس ساين 45. هذا راح تكون الفورمولا بهالطريقه هذه، بعد ما قسمنا 2 على 0.7 يطلع لك 2.83. القانون النهائي هو هذا. الان تاو ماكسيمم يساوي 2.83 في التي على باي في الاس في الدي تربيع. طبعا التاو هو دائما معطى بالسؤال، التورك ظروف تشغيليه هو من ينطيك اياها، الدي ايضا الدياميتر للشفت هم مواصفه للاليمنت اللي انت تلحمه، يبقى لك بس الاس. تجي مباشرة نطبق يعني نحسبه من المعادلة. الآن شنو اللي موجود عندي؟ موجود عندي التطبيق الآخر إذا كان هو نفس الكيس لكن معرض إلى بيندينج مو تورشن. فنجي على الكيس مالتنا، يعني الدي هو الدياميتر أيضا، والام هو البيندينج مومنت، والاس هو السايز دايمنشن يعني الجذر مالت منطقه اللحام، والتري تي هو الثروت ثكنس. انتم الامبيدنس تتذكروا سكشن مودولس اوف ويلد سكشن، تتذكرون الامبيدنس اما اخذها بسترينث اوف ماتيريال مقاومه المواد، الامبيدنس الممانعه. لا دكتور ما ماخذيها. اي احنا ايش كنا نستخدم يعني اكفر، ها هي هذه بالضبط، هي هذه يعني هسه نقول البيندنج ستريس يساوي المومنت على الامبيدنس الممانع. هي شنو الامبيدنس؟ هي معناها انت مو عشان عندك هيك هو القانون واي على اي، اذا انا عندي بيندنج فهذا يجي هنا اللي جوا يعني، والواي احنا اتفقنا هو اتش على 2، اتش على 2 او ار تقدر تقول. فالاي على الار هو اللي يساوي للزت، يعني تقدر الان تجيب هذا تخليه لي جوا وتقول هذا المقدار كله زت اللي هو الامبيدنس. هاي فيما يخص المومنت يعني الاعتيادي، يعني يعني بالسترينث اوف ماتيريال هواي اكو كتب، خاصه الكتب الهنديه ما يكتبون ام واي على اي، ام على زت يكتبون، والزت هو الامبيدنس اللي يساوي لي الاي على نصف الارتفاع. عموما هسه احنا هاي الفورم هنا ايضا دي يستخدموها، يقول البيندنج ستريس يساوي الام على الزت. طبعا انا هنا عندي يختلف الاي يختلف، لذلك الفورمولا شوي اختلفت عندي، لانه الاي مثل شلون هنا حسبت الجي بشكل مختلف. فهي هاي الزت بالحقيقه هي يساوي لي الاي على الواي، لكن الاي هنا حسبناه بشكل مختلف لان يعني هو هذا رينج، والرينج الكروس سكشن مالته مثلث فما يطلع يعني بهالسهوله. عموما انت هنا الفورمولا مالتك لازم تقول الام على الزت، الام المومنت القوه في ذراعها ما بيها مجال، اذا منطيق قوه مثلا منا تضربها في ذراعها، واذا منطيق مومنت مباشره تاخذ المومنت انت تقسمه على الزت، والزت قلنا اللي هي شنو؟ سكشن موديولاس اوف ذا وورد سكشن او الامبيدنس همين يسموها نفس الشيء، اللي هي باي في الثكنس في الدي تربيع على 4، واتفقنا على انه الثكنس من الممكن استبدله بالاس ساين 45 حتى شو تكون عندي بهالشكل هذا. طبعا قسمه الاربعه على ال 0.7 هذه تساوي لها على الخمسه. اذا بالبيندنج ستريس ماكسيمم
بالبندكس طلع لي هالفورمولا هذا، وقلنا للتاو طلع لي هالفورمولا هذه. اذا شفت معرض الى شير تورشن، واذا كان شفت معرض الى بندنج. ايضا عندنا من ضمن التطبيقات هذا التطبيق يعني هذا اللي هو شنو موجود عندي تي سكشن، مو اتفقنا هاي يسموها تي جوينت؟ ايش موجوده مثلا عندك من الطرف اللي هنا شبيه بيها فيلت مال اللحام، والمفروض شنو ده الحسبه احنا معرضه الى تورشن يعني. ايش راح يصير عندنا الان؟ نجي على التي هو التورك، والال هو اللينث هاي مال هذه المنطقه، من منطقه اللحام. الاس هو السايز، التي هو ثروت ثيكنس، والجي بولر مومنت اوف انيرشيا لهذه لهي المنطقه يعني هذه المنطقه مال اللحام وتقابلها المنطقه المقابله لها. هذه لها جي لما تيجي تدور على هذا الاكسس اللي هو هذا القانون مالته 2 في التي في ال تكعيب على 12. اهم شيء هنا ال ال عفوا هو هذا شيء يسموه ايضا تقدر تقول على الدي. اذا انا افكر بتورشن من هنا اللي جاي الار على 2، الار يعني يساوي ال على 2. انا اذكر تورشن عندي وهاي من هنا اللي جاي اسمها ار، من هنا اللي جاي اسمها ار، هاي شو يساوي ال على 2. هاي جدا مهم تاخذها في نظر الاعتبار. اما بالنسبه للقانون فهو ستاندر تاو اللي هنا عندي تورشن تورك في الار على جي. الار هو اتفقنا ال على 2 اللي هو هذا، والجي هذا الجي القانون مالته اثنين اذا كان اللحام من الجهتين موجود، واذا كان من جهه واحده هاي ترفع الى اثنين. فشي يصير عندي الان من هذه التطبيقات الخاصه؟ يكون عندي اذا كانت هي تي جوينت ومعرضه الى من الى دوران في ظروف العمل، فيكون هذا هو تساوي التاو مال الزمن. هسه راح ناخذ امثله تطبيقيه على هذه الحالات، شلون انا اذا احسب اذا كانت بارلل ترانسفيرس دبل سنجل، واذا كان واحده من الحالات هذه شفت مثلا تعرض الى تورشن الى بيندينج تي جوينت الى تورشن وهكذا. شوف هاي الامثله شلون تطبق عليهم. عند السؤال الاول يقول 50 ملم ديامتر سوليد شافت از ويلدد تو ا فلات بليت باي 10 ملم فلت ويلد، يعني معطينا هسه الاس هذه العشره، وش منطينا ايضا الدايمتر مالته منطينا اياها ايضا 50، والاس منطينا الاس ومنطينا الدي، ومعرض الى تورشن، فمعرض الى تورشن يعني هذا القانون مالتك النهائي التاو 2.3 هذا هاي هنا التاو. فايند ذا ماكسيمم تورك that the weld joint can sustain if the maximum shear stress intensity in the weld material is not exceed 80 ميجا باسكال. يعني رايد من عندنا التورك جد مقداره بحيث ما يصير عندي فشل الماكسيمم تورك، فاحنا عندنا هاي الفورمولا شفت وملحوم من المحيط مالته تطبيق مباشر هو يعني بالضبط تطبيق مباشر للي بعده ايضا يعني ما اتصور بها في المشكله. بس يعني شو اريد اسالكم، لو كان هذا اللحام بابا مو مستمر شو تسوون؟ خلينا نشوف اكو تطبيق لو انا هيك شيء، بس دعني اسالكم. يعني قصدك دكتور انه مو على دائر مدار الدايمتر مال بالضبط. اي بابا اي بالضبط يعني اكو هامش شو تسوون؟ هو بابا علي انت هسه ايش تقدر هنا؟ مثلا لو كان اللحام 50% يعني اكو طريقه دائما نقول عليها طريقة وزن نقول عليها كوانتيتيف نقول عليها، يعني شو نقول شو اوضح لكم؟ هسه نفس وهذا المثال هذا المثال. لو انا مثلا قايل لك اللحام 50% انت تحسب كانه 100% فهمتني؟ واللود اللي يضرب النتيجه تضربها في 0.5
فهمتوني اللي ما فهمتوني؟ ترى هو اخذ دايمتر اللي على قد اللحام. لا انت الدايمتر بابا تاخذه هذا مو كيفك، هذا اخذته مال المومنت اوف انيرشيا ليش اسمه؟ للشيفت. تمام اوكي اوكي صح. يعني هذا المثلث انت من تاخذ من عنده ثلث وربع ما تعرف تطلع على المومنت اوف انيرشيا. هذا العفو، هذا هو هذا احنا بدنا ناخذه الان. هذا من تجي تاخذ له قول وياه ثلث وربع وثلاث ارباع، يعني ما تقدر تحسبها له مباشره المومنت البولر مومنت اوف انيرشيا. فانت تحسب النتيجه على انه كامل وبعدين تضرب فيه 0.5 0.3 حسب هو ايش قد اللحام موجود. هي ما موجود هيش تطبيق، بس انا اقول لكم بابا اذا اجتكم هيش حالات المفروض تعرفوا ايش قد نسبه اللحام للمحيط 30% 40% 50% من المحيط الكلي. فانت تحسب حساب كلي نظامي، لكن اللود من تحسبه تضربه بهاي النسبه. يعني مو تفترض انه ملحوم كله ويطلع النتيجه 100، لكن بالحقيقه اللحام 30% يقول هذا يتحمل 30% من قيمه الحمل. عموما المثال اللي بعده يعني همين ما اتصور بيه فد مشكله، لكن مع ذلك هم خلي اقرا. A plate of 1 متر لونج و 60 ملي متر ثيكنس is weld to another plate at right angle to each other by 15 millimeter fillet weld as shown in figure. I'll get find the maximum torque that the welded joint can sustain of the permissible shear stress intensity. The weld material is not be exceed 8 mm. ما بيفيد مشكلة. رايد الأهم من التور، بس مجرد تطبيق مباشر للقانون يعني. بابا اللي جاي نتوقف الآن، نكمل الأسبوع المقبل إن شاء الله نفس هاي الفورميليشن، لكن نجعل البط جوينت. يعني الآن إحنا كملنا العفو اللاب جوينت، الأسبوع المقبل إن شاء الله نكمل البط جوينت ونشوف إذا كان يقول أسيمتري. يعني شنو تجي في بعض الأحيان غير متناظرة وصلات اللحام، شلون هسه هذه بابا لو تنتبهون شوف وصلات اللحام تجي غير متناظرة. فنقوم يعني نحسب القوة على كل جوينت ايش قد المومنت وهكذا، لأن هي بالعادة مو دائما متناظرة. السنتر اوف جرافيتي أيضا مثل تجي تطبيقات مو متناظرة، الجيومتري مالت الشكل مو متناظر وهكذا. إذا أحد عنده في السؤال يقدر بابا يسأل. بس آخذ حضوركم. شكرا جزيلا بابا. اللي عنده فد شيء يقدر يبقى يسأل، واللي ما عنده شيء يقدر يغادر.